أرض ربكم، كذلك هناك نوع من الخمس هو ماذا؟ هو حكم ولائي صدر من الإمام المعصوم، وهو ما يتعلق بأرباح المكاسب. قلنا بأن هذا الحكم، هذا الخمس، ثابت بولاية المعصوم، وعند ذلك تنحل كل الإشكالات السابقة، أنه لماذا لم يكن في عهد رسول الله، لماذا لم يبعث، لماذا لم يهتم به الأئمة الأوائل، لماذا؟ الجواب باعتبار أنه تلك الأزمنة لم تكن حاجة إلى مثل هذا الخمس، وعندما توسعت رقعة أتباع شيعة أهل البيت احتاجوا إلى هذا المال، فوضعوا ماذا؟ فوضعوا الخمس في أرباح المكاسب. والشاهد على ذلك أنهم مرة خففوه، ومرة زادوه، ومرة رفعوه، ومرة وضعوه، ونحو ذلك.